أزمة الوقود الأخيرة شنو سببها؟ ماكو كل سبب هذا زيادة طلب، ماكو أزمة. ماكو أزمة؟ شو يعني اللي موجود هسه مثلاً مشتقات نفطية ما متوفرة، لو سعر اللتر دولار هنا بالعراق مثلاً وتنحسب أزمة؟ يعني ما جاي أفهم الأزمة، منطوق الأزمة اللي جاي تعرض حركتك شلون يعني؟ ها يعني أنت تقول ماكو أزمة، الأمور طبيعية وجيدة جداً. ألو تسمعني سيد حسين؟ ما شو الصوت مو واضح العفو. استاذ حسين انت شنو تسميها؟ ده هي مو ازمه فشنو تسميها حضرتك؟ هذه زياده طلب سيدي الكريم، كل فصل صيفي زاد الطلب على المشتقات النفطيه. طيب تحديدا منتج البارزي، يعني كل صيف احنا لازم نتحضر انه راح تكون زياده طلب وراح يكون اكو ازدحامات بالمحطات. يعني شنو الازدحامات؟ يعني مثلا يقعد 5 دقائق المواطن على يدخل على المحطه الدوله جاي يتعب مستجاسه. استاذ حسين هذا تحت وقود. استاذ حسين اولا يعني خليك هادي، انا اريد بس استفسر كم سؤال عندي. ماليا هذا بس اسمعني اسمع الكلام اللي يدار ايه؟ واللي جاي يثير الشارع من وسائل الاعلام، مع احترامي لوسائل الاعلام، اللي يخلق ازمه. احنا بدنا نخلق ازمه. ايه تفضل كمل سيد الكريم. الأزمة تعريفها دائما احنا نقول الأزمة عدم توفر المشتقات النفطية. المشتقات النفطية متوفرة، شنو المشكلة؟ يعني هسه بغداد هسه جاي تتجول ببغداد، ما اكو طوابير على المحطات. انت شفت البرنامج استاذ حسين؟ انا ما شفت البرنامج. ما شفت انت لو متابع البرنامج ما كان قلت هذا الكلام. هذا جاي يصورون اكو تصوير لايام سابقة. انا اتكلم من 3 ايام وجاي، وين اكو ازمه؟ انا اللي ذكرته، اذا تسمح لي استاذ حسين حتى نكون موضوعيين بالطرح، انا اللي ذكرته قلت بغداد اقل يعني ضرر، ما عندها ذيك الشحه بالبنزين. واليوم بس اسمعني الله يخليك استاذ حسين، بس حتى اوضح، بس اوضح لك، بس خل اوضح لك اذا تسمح لي. الله يبارك فيك. الله يبارك. تفضل تفضل. بالنسبة ان هذه زيادة طلب، زيادة طلب اذا خصصت عدة نقاط. نعم. النقطة الأولى فصل الصيف دائما يكون الاستهلاك أكثر من باقي طول السنة بنسبة 30%. نعم. هاي نقطة. النقطة الثانية تردي ساعات تزويد الطاقة الكهربائية الوطنية للمواطنين. يخلي المواطن يروح يذهب إلى المحطات التزود بمنتوج البنزين لغرض تجهيز المولدات المنزلية، هذا استهلاك آخر ينضاف إلى الاستهلاك اللي بالأشهر السابقة.